السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو هذا جعلت خير جميل لكم تجميعا من زورد، تجميعة الماتريكس. جعلت خير ميزة زورد راح يعطيك بي سي كامل مكمل مع ضمان سنتين، يعني يضمنون لك كل قطعة من أولها لآخرها، وبرضه مع يعطونك امتيازات أخرى راح نستعرضها واحد واحد الفيديو. فأتمنى جعلت خير تعطوني لايك سبسكرايب شير، فأنا ما بطول الفيديو أكثر من كذا جعلت خير، فخلونا نبدأ الفيديو. جمعة الخير زي ما تشوفون دائما زورد يجي مع تجميعاتهم الظرف هذا، الظرف هذا جمعة الخير راح يكون زي تقول مليان أشياء راح تعجبك. صراحة اللي يعجبني فيهم إنه شغلهم جدا مرتب، دائما صار في ظروف وحاطين أشياء كهذه مثل المهمة يمين يسار، شيء رهيب صراحة. طيب أول شيء راح تجيني شهادة الكفاءة مع كل أجهزة زورد جمعة الخير، مو شرط الماتريكس، راح تجيك شهادة كفاءة برقم الجهاز واسم الشخص اللي ركب لك الجهاز عشان نفس زورد يتأكدون ويضمنون الجودة اللي توصلك 100% ممتازة. طيب الشيء الاخر راح يجيك برضه الظرف ما شاء الله مليان اشياء، راح تجيك برضه قطعه واي فاي جمعة الخير من شركه زورد توصل سرعتها الى 1300 ميجا بايت في الثانيه. فصراحه كبدايه تعتبر شيء ممتاز اللي يبي واي فاي، اللي بيتابع يوتيوب وهذا، لكن ما انصح للي بيلعب العاب على واي فاي بشكل عام ما ينفع، لكن اللي بيناظر شيء ويتابع ما عندك اي مشاكل. طيب الظرف فيه اشياء اكثر واكثر راح نستعرضها لكم باذن الله. بطاقه الضمان هذه ممكن تخليها معك في البوك، زي ما تشوفون محطوط عليها رقم الجهاز، وبرضه موجود يقول لك التاريخ الشراء راح يكون عندك موجود في امازون هنا مكتوب زي ما البطاقه، فما يحتاج انك تشوف البطاقه، شوف تاريخ الشراء من امازون. من تاريخ الشراء من امازون يبدا عندك ضمان سنتين كامله، اتوقع سنتين راح تكون اكثر من كافيه. راح يجي اكيد طبعا ريموت هذا مع كل اجهزه الزور تقريبا يا جماعه. راح استعرض لكم الالوان ار جي بي تجي في الكيس، الكيس جدا جميل راح جماعه الخير، وفي شيء عجيب صراحه يعني غير عن الكيسات الثانيه راح اوريكم اياه بعد شوي باذن الله، فكنا الكرتون. طيب واخر شيء يجي جماعه الخير الباور سبلاي، يجي الموديلر وبرضه حاطين هنا الكيبل حق نفس الباور سبلاي، فحلو انك ممكن تضيف اللي جاي مع الباور سبلاي طبعا اللي هو قطعة حقة اللي يسمونها هذه حق الساتا عشان لو تضيف هارد ديسكات إضافية تقدر، وحق الباور حق الباور سبلاي. طيب نفتح كرتون، أول ما نفتح كرتون جوعة الخير زي ما تشوفون شغل المراوح زورد ما شاء الله، هذه مروحة المعالج جوعة الخير عندنا من زورد، أدائها راح يكون جدا ممتاز. نسأل هي اسمها طبعا اللي هي زورد اس 200 طبعا ار جي بي، راح تتفاعل مع نفس مراوح الكيس، فهذا شيء جميل. زي ما تشوفون هذا شكل الكيس جوعة الخير بالكامل، الكيس مقلوب خلونا نقول، يجي معه اربع مراوح جوعة الخير والكيس مش عشان يكون فيه اير فلو جدا عالي. فصراحة تحسب الزورد صراحة انه ما كلفهم شيء كثير صح، لكنه عليه فلاتر الاشياء هذه، وبرضه راح يعطيك اداء جدا ممتاز الاير فلو، وراح سويت اداء الاير فلو. زي ما تشوفون الكيس مقلوب جماعة الخير، صار الكرت طولي بدون ما يكون افقي. ليه صار طولي؟ عشان زي ما تشوفون المراوح اللي عندنا هنا حقت نفس الكيس تضرب على نفس الكرت ثم تعطيه تبريد اكثر. زي ما تشوفون الكيس مش، فالهواء راح يدخل عندك بشكل كبير، حتى يعني لو الكرت كسرت سرعته شوي سرعه الفيرامز عشان يعطيك اداء اعلى ما راح تواجه اي مشاكل باذن الله تعالى. طيب يا جماعه الخير زي ما تشوفون هذه مواصفات القطع عندنا من ماذر وورد بي 460 من ام اس اي للمارتور، تعتبر جدا ممتازه، مقاس مايكرو اي تي اكس لكنها راح تعطيك اداء جدا ممتاز. المعالج اكيد الجيل العاشر من اي 5 10400 اف، والكرت 1660 سوبر، والرامات 16 جيجا سرعتها 2660 ميجا هرتز، لكن ما راح يعني تغير عليك اداء لانه معالج انتل، وراح يجي فيه يا جماعه الخير 1 تيرا ام دوت 2. لكن اول راح اوريكم اداء الاير فلو زي ما تشوفوا زي المنديل ما شاء الله طار. طبعا انا ما ودي ادخله داخل الكيس عشان ما يضرب مراوح الكرت ثم تصير عندي مشاكل، لكن زي ما تشوفوا حطها بس بجنب وشوف كيف يطير المنديل ما شاء الله تبارك الرحمن، فراح ترتاح من ناحيه الاير فلو. برضو يا جماعه الخير اخر شيء عندنا اخر قطعه هنا راح تكون موجود عندنا اللي هي من كينغستون اللي هو الام دوت 2 1 تيرا نسخه الاي 2000، راح تكون بي سي اي جن 3 بما ان المذر بورد بي 460، فشيء معقول. فبشكل عام جماعه الخير التجميعه انا اشوفها يعني ممتازه، وتقدر تضيف هارد ديسك اضافي او حتى اس اس دي لو تبغى تضيف اضافي تقدر، فصراحه شيء رهيب للابجريد. وكرت الشاشه جماعه الخير بما ان الباور 550 واط تقدر تضيف الى 2060 فشيء ممتاز يعني قابل للتطوير. عند الكيس جماعه الخير جاي فيه زر تشغيل، زر على التشغيل، مدخلين يو اس بي، وبرضه عندنا زر السماعه او مدخل السماعه والمايك، وزي ما تشوفون ينفتح على فوق هذا زي الدرج الموجود اللي فوق برضه مش، ويكون عندنا هنا المداخل من فوق بعكس اي جهاز ثاني تكون مداخل بالخلف، لا هنا عندنا مداخل فوق، وراح اوريكم كيف صايره. زي ما تشوفون يا جماعه الخير المذر بورد هنا زي ما قلنا اللي هي الام اس اي اللي هي المارتور اللي هي الماك، راح يكون فيها ثلاث مداخل يو اس بي 3، ومدخل زي ما تشوف حق يدعم سراوندد ساوند حق نفس السماعات، ومدخل 2.5 جيجا بايت لنفس الانترنت،
وبرضه المدخل حق الكيم مانجمنت راح اوريكم اياه بعد شوي. زي ما تشوفون في مدخل يو اتش دي ومدخل حق ديسبلاي بورت لكن ما راح تحتاجهم، ومدخل ان يو اس بي 2، فهذا شيء ممتاز صراحه. برضه زي ما تشوفون جماعه الخير القطعه هذه بالخلف هذه الدخل منها نفس الكيبل، عشان تسوي لك كيبل مانجمنت راح تكون من فوق كلها تكون مجمعه فوق في الزاويه يمين، فما راح تحس انه في ورا الكيس زحمه اسلاك. وبرضه ورا قطعه البلاستيك هذه راح يكون فيها زي قطعه البلاستيك تمسك الكيبل او تضبطهم زي اللي يعني زيب تايبز يعني، فصراحه شيء ممتاز. وهذه المراوح يا جماعه الخير عندنا راح يكون أداءها إذا بتشون يعني بمن الكسمش راح يكون أداءها جدا عالي، وألوانها جدا رهيبة، فيها مودات كثير كثير للار جي بي زيها زي أي مراوح من عند زورد. لكن زي ما تشوفون هنا المراوح هنا لونها بالكامل أبيض عشان تكون بالكامل زي ما تشوف الظلام الحين تكون بالكامل ار جي بي، ما يكون لها كان ما لها إطار، فصراحة تحسب لزورد صراحة. الجهاز مليان ار جي بي، عندك الرامات، عندك المراوح، حتى مروحة السي بي يو كلها ار جي بي، فممكن برضو تضيف له نفس اللي زي ما يقولون ار جي بي ستريب. وبرضه الكيس عندنا هنا يا جماعه الخير راح يكون مقاسه اي تي اكس، فعادي لو تغير المذر بورد مستقبلا تقدر، لو تبي تطور معالج تقدر تطوره الى اي 7 الجيل العاشر 10700 بدون كي يكون افضل، او حتى اي 9 فتقدر. فما بيطول فيديو اكثر من كذا يا جماعه الخير، اتمنى انه عجبكم الفيديو، راح نوريكم الحين البنش مارك. وانا حاب اعتذر اذا تكلمت بسرعه، لكن جميع المواصفات موجوده تحت في الوصف، وقيمه الجهاز 4899 ريال موجود في امازون، ويجي من الجهاز لون ابيض ولون اسود، فلك الخيار حقي الخيار اللي تشوفه مناسب لك واللي تشوفه انه والله افضل لك. فالروابط كلها تحت في الوصف جماعه الخير، وبرضه موجود البيع على امازون، فهذا شيء ممتاز. وبرضه زي ما قلنا ضمان الجهاز سنتين، هذا شيء اخير. فاترككم الحين مع البنش مارك، كان معكم باسل من قناه باسل تكنولوجي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، في امان الله.